السلام عليكم. هلا احنا بدينا يعني تقريبا نطلع من بانكوك، هذه المنطقه اللي سموها وزنين كوتامونتون، وهذا اللي فوق هذا this is for the cars right elevated highway king rama 9 lady. This is idea free of charge. هذا اللي فوق هذا للسيارات مش للقطارات. هذا الملك رقم 9 بالعائلة الحاكمة بنى لهم اياه، والمرور عنه يعني ببلاش، ما باخذوا مصاري. مثل ما انتم هون ملاحظين يعني هلا بدت الشوارع تصير اوسع، لانه يعني صارت طرق خارجية وصار التجير اكثر. يعني خلف هذه المناطق التجارية او المحلات التجارية هاي في راح يكون على طول يعني مزارع زي هون مثلا. يعني هيك هذه في بانكوك، ما في في بانكوك يعني البلد جوا، مثل ما احنا شفنا امبارح لما او مثل ما راح انزل يعني الفيديوهات اللي تبعت بانكوك بكره ان شاء الله او الليله، ما في شجر يعني جوا ببانكوك، ما فيش مسع يعني كليات بنايات. اما هون بلش يعني بصير هون في شجر اكثر. هذا الاسم المحافظة نحن بتم. This is where we're going, right? Yes. هذا اسم المحافظة اللي احنا رايحين عليها. Turn right onto the ramp. وهنا المنطقة هذه فيها جامعة كبيرة جدا من أحسن جامعات في تايلاند، اسمها مهيدون. This is somewhere here, مهيدون, right? Yeah, سرايا. المنطقة اسمها سرايا. وفيها جامعة مهيدون، يعني جامعة عالمية ممتازة جدا، فيها كل أنواع الدراسات، وكمان يعني فيها طب، هندسة، دراسات إنسانية، علوم إنسانية، كل أنواع الدراسات فيها، جامعة محترمة. هذه هون كمان مزرعة. هاي سلايا ونخل بتوم. هلا قدام شوي اذا بنروح على الشمال بنروح على سلايا، بنروح على جامعة مهيدون يونيفرسيتي. احنا طرينا لقدام نخل بتوم. This way نخل بتوم can go to south, right? Yes.
هلا هذا النخن بتم من هون، اذا بنضل طالعين هون هيك دغري بنقدر نروح على الجنوب كمان، بتودي عنا على مناطق يعني على فطاني. وهذه على اليمين هون جامعة مهيدون، طبعا جامعة كبيرة جدا، الحرم الجامعي تبع الكامبس كبير جدا. أنا بنتي درست بهذه الجامعة، درست تجارة دولية، خلصت البكالوريوس هون، هذه كليات الجامعة، مباني الجامعة. جامعة كبيرة جدا. Maybe we say goodbye here and approaching the restaurant, we will greet the listener again and the audience. Okay. Your brother end with this building on the right hand side. هذه مباني جديدة للصينيين. Chinatown. Chinatown. هذه Chinatown هون. فيها محلات كتير، فحبيت بس أفرجيكم على منطقة الجامعة والمنطقة كيف يعني، بس تطلع من بانكوك بصير في مناطق زراعية كتير، وإن شاء الله لقدام شوية إذا لقينا في أشياء حلوة كمان بصور لكم إياها بودي لكم إياها. وشكرا لكم. And thank you sister Lake for your شكرا. bye bye, bye, -bye. Thanks for your help and giving information to us. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.